السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف انتم يا وجه الخير؟ شكرا كريم. يا رجال يا مؤمنين، هذا الأيام الذي هو قليل قدر عزكم الله، والذي هو إنسان ناقص وإنسان واطي، اشتي يرتفع اشتي يزيد قدره يزيد شانه. إذا هو اشتي يرتفع ويزيد قدره ويزيد شانه، بيحاول يتسلق ويتعلق عرض أطهر ناس، وعرض أشهم ناس، وعرض أقدس ناس، عرض من؟ عرض المجاهدين، عرض الحوثيين، عرض أنصار الله. معنى هذا الناقص مصطفى المومري كل ما قلنا المشاهدات حقه، كل ما قل الفيديو حقه، كل ما نقص وكل ما صغر قام يتبنقص، قام يقل أدبه. الحوثيين المتحوثين جنسيا، إسماعيل عن أبو الشنبك، يا مصطفى وشنب شنبك وشنب من ورثك ومن اداك. الحوثيين والمتحوثين ذي بتتحاكى عليهم في الجبهة، بيدافعوا على شرفك وعلى عرضك، بيدافعوا على أمك وعلى أخواتك وعلى مرتك. لوم الله لوم الله. ثم بنازق المجاهدين، بنازق المجاهدين، ولا أنك ذحين بتحميل السوداني مئ داخل بيتك، وإن الإمارات إذا الحينه بناولك رطم ولعن شرفك ولعن تاريخك. المتحوثين جنسيا، أنا واحد من المتحوثين وليه. الصوش بات سوي رويني شجاعتك، روني رجلتك إذا فيك رجولة. أنت خليك حول النكت وحول الخرافات وحول التفاهات حقك، وكن اطلع العب وتبنقص وضحكنا، إذا في مجالك إذا في مكانك. أما أنك تتحاكى على أشرف ما خلق الله وعلى أطهر ما خلق الله، على من بيقاتلوا في الجبهات، من بيدافعوا عن الأرض وعن الشرف وعن العرض وعن المبادئ وعن القيم، هذا أبعد عليك. نجوم السماء أقرب لك يا أشباه الرجال. قر وهد وتأدب وخلق مكانك وعرف حدودك. أنت معكسك وصل لهذا السقف ووقف، خلق مكانك. أما أنك كل ما احترقت وكل ما شعبت وكل ما طلع لك الخرام براسك، أنك تضحك على المجاهدين المتحوثين جنسيا، ولا تتسلق الدينا بالحركات حقك، تتسلق بصورة السيد عبد الملك وسيد عبد الملك. السيد عبد الملك سلام الله عليه والمجاهدين أولي، لا كنت تذكرهم إلا قد صليت 1000 صلاة، وقد سجدت 1000 سجدة، وقد استخرت الله، دريت؟ لأنك لا كنت تذكر الطيبين الطاهرين. المجاهدين في الجبهة يقدموا أعظم المواقف وأعظم البطولات. أنت يا مصطفى المومري اليومتين شكل راسك كبر، راسك كبر، وإذا كبر راسك بيثقلك، وإذا ثقلك راسك ما عاد مقدر تشله، بايكسر. ما ثقله راسه بايتعبه، ما عاد مستر يشله. لذلك خلك حول حدودك، كن اطلع الدنوكات وضحكنا، ومن حقك الخزعبلات والخباله. ايوه، اما تذكر المجاهدين من المجاهدين، انتبه، كن عبابطنك اكل وكلك عوديقات ووهد، ولا احد يكون يشعب لك، لانك في الاخير لا ترجع تحنب. والله علي النعمه ما مزت شفت الشمس. انا ادي لك هذه الرساله مني انا. انا اسمي ذي القرنين النصراني، انسان مجاهد في سبيل الله، من صعده، من أرض صعده الأبية الحيدرية، من أرض الهدى، من باع الهدى، واليمن كلها من باع الهدى، ده الهدى عم الجمهورية كلها وبيعم العالم كله. ذلك وهد، لكن تذكر المجاهدين المتحوثين من المتحوثين، وقضية الحيفي ما قضية الحيفي، وش دخل أمك من قضية الحيفي؟ أنت المحامي حقه أو أنت آخر وكيل له وإيش؟ وش دخل أمك؟ احنا في حكم دولة، والدولة الصح دولة الإمام علي، ما هي ظالمة، السيد ظالم. وإذا أنت شيء كنت تبنقص وتتخيبل وتقول أدبك انقلع سرعة، سر الجنوب، أنت وأمك وأخواتك ومرتك، سر الجنوب، عيش هناك، شوف كذا بيلعنوا الشنب شنبك. وإذا أنت رجال صديق اطلع وتحاكى على الانتقالي وعلى الرقاصين، اطلع تحاكى عليهم، شوف كيف ذا بيجي يسحبوا بك بلسانك سحب كذا. احنا بنقول تعامل المؤمنين، احنا بنقول أذلة على المؤمنين، لكن انك بتشوف نفسك وبتخايا نفسك، انتبه، اوهد وقر وهجع، خلك حول قناتك ودور لك بعاصس ثانية. ولا كنت تذكر المجاهدين الا وفي رخفك عسل، ولا كنت تذكر السيد الا وانت متجه للقبله. ما الشيطين الكلام حولك انت، ولا شيء ينقص من قدري واذكرك انت. وهد وقر وهجع، هذه المسيرة قرآنية. الناس قدموا شهداء، الناس قدموا تضحيات، كل بيت أقل شيء، كل بيت قد قدم 2-3 شهداء، وانت وش قدمت؟
واش معك من موقف مشرف؟ واش قدمت؟ واش قدمت لنا موقف لك يا مصطفى؟ واش قدمت؟ لا تثير الفوضى في القناة حقك، ولا تشكل ضجة، ولا دخل جدتك من الحوثيين، من المتحوثين. المتحوثين دي بتقول عليهم انهم السرق. يا اخي طلع لي فيديو على واحد السرق، لكن تطلع وتعم وتشكي وتبكي المتحوثين فين وكيف طلعهم. كل هذا واحد من المتحوثين ماسك قسم شرطة وبيسلق وبينهب، ونزل فيديو عليه هكذا. انت هنا فوق راسي رجل طلع فيديو عليه يقول هذا سارق، هذا نهب، هذا بيسرق على المواطن، هذا بيسوي كذا وبيسوي كذا. ايوه، وانه الا المتحوثين فعلوا ما فعلوا. اقول لك وهد وهد واعمل في لفك تراب، ولا احنا والله نطح في لفك تراب ونطلق خشمك في الارض. كذا جع الناس مقدمين شهداء والناس مقدمين تضحيات، لا تطلع وتثير الثرثره والبقبقه. امان بانو جعك، امان وامان محمد لا نوجعك. وهذه رساله مني انا من القرنين النصراني، انا حوثي وانا متحوث وانا من انصار الله والى انصار الله، وقد قدمت شهداء. قر وولد، انا كل يوم انا من متابعينك، والله اني اتابعك اول باول واكيف عليك. الا ذا اليوم جريتك كل ما احترق، كل ما طنب ما طنب لك جني براسك، طلعت المتحوثين المتحوثين. يا اخي وين المتحوثين ولا وينهم؟ والله عندي بنادود في صنعاء كل ما لقيت متحوث. خلاص تلقى واحد كثير ناقص وعي، قليل وعي. يلا قد يا اخي ما احنا ملائكه، اقول لك ان احنا ملائكه، ما احنا ملائكه، احنا بشر لحم ودم، وسلام الله علينا جمعة صامدين ثابتين، مواقف مشرفه، جبهات عزه، امن وامان، كرامه. ويجبي تشينا ننزل لك ملائكه من السماء يعني، ولا تشينا ندي لك مالك الاشهر، وندي لك الامام علي، وندي لك الاولياء والصالحين؟ ويش تبغى؟ لا قوه قوه امانك. ويش تبغى؟ هذا مش يطي الكلام، وخلك في يعني اعرف قدرك واعرف سقفك لوين توصل. وبافهمها. وفهمها وهي طايره. هذا وتحياتنا لكم، واذا اعجبكم الكلام ان شاء الله لا تنسوا الاشتراك في هذا القناه وتفعيل زر الجرس، لكي نكون نتواصل بالحق ونتواصل على كل جديد باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.